نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم أبواب الخير على راديو مصر. الفترة الأخيرة تداول رواد مواقع التواصل صورة لطفل بملابس المدرسة نايم في أحد محطات المترو، وكان ساند راسه على حقيبة المدرسة وجنبه مجموعة كبيرة من السبح اللي بيبيعها. الصورة الحقيقة لقت تفاعل كبير، خصوصا بعد ما تبين أن الطفل بيبيع السبح علشان يساعد والدته المسنة في مصاريف علاج أخوه الأصغر المريض بالسرطان. الحقيقة أن الموضوع مخلص هنا، لكن المهم أن السيد وزير التربية والتعليم استقبل الطفل واسمه علي حمادة محمود في سنة 6 ابتدائي في محافظة الجيزة، ووجه الوزير بإعفاء الطفل محمد من المصروفات الدراسية لغاية ما يخلص ثانوي عامة. ده كمان وجه مديرية التعليم بالجيزة إنها تتابعه دراسيا وتقدم له كل الدعم الدراسي اللازم ليه. لفتة إنسانية كان لازم نشيد بيها ونحيي صاحبها على موقفه من طفل امتلك كل مقومات الرجولة والمسؤولية عشان يتحمل عبء الإنفاق على أسرته وعلاج أخوه المريض. وعلى فكرة عندنا زي الأطفال دول كتير. فاكر زمان طفل الليمون لو تفتكروه؟ كان طلع مرة معايا برنامج واحد من الناس، الطفل اللي بيشتغل في بيع الليمون علشان خاطر يصرف على أمه وعلى جدته، والطفل الأعمى اللي بيشتغل عشان يصرف على أمه المريضة. عندنا أطفال لكنهم كبار. نطلع لفاصل ونرجع نواصل أبواب الخير، ومعاكم عمرو الليس. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعكم عمرو الليش. معانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان على قدم وساق. الاورمان تستعد لاستقبال فصل الشتاء، ممكن تكلمني عن التفاصيل؟ استاذ عمرو، كل سنه وانت طيب. ويمكن الايام الاخيره دي المطر ابتدت، وفجاه بقى كان يعني قفر الشتاء كان فيها مطر جامده جدا للبحيره، اسكندريه، للقاهره، في كل انحاء مصر كده. والحمد لله احنا عملنا التجهيزات بتاعتنا من بدري، جاهدنا يمكن مش عاوز اقول يعني اكتر من 300 الف بطانية، حوالي من 100 ل 120 الف لحاف. ان شاء الله هيبقى فيه برنامج ستر ودفى يتضافر فيه مواد غذائية، كرتون مواد غذائية، فالحمد لله. وهنعمل الخطة للتوزيع على 27 محافظة، زي ما سيادتك عارف ان احنا بنشتغل في 27 محافظة. وبعدين بقى انا حريص كل محلي بنشغل، اولا حاجة تشغيل الايد العاملة اللي موجودة في المحلة في الغربية، في أي حاجة بنعمل كده تشغيل المصانع الموجودة، بطاطين، لحفة، أي منتجات لهذا الشتاء. احنا بنحرص تماما انها تكون حاجات مصرية 100%، بنحرص تماما طبعا على مستوى عالي جدا، بنحرص تماما ان احنا نوصل الى ادق التفاصيل، الى ادق الاسر في القرى والنجوع. وانا من البرنامج الجميل بتاع سيادتك، برنامج الخير، برنامج السعادة، برنامج الامل، بنقول لكل المتبرعين سواء المتبرعين، انتوا عودتونا ان مصر كلها قلب واحد، عودتونا منك انت للمصر اللي في اي مكان. بالعكس، ده انا بقول ان كل دول العالم دلوقتي الحمد لله عرفت الاورمان، عرفت تبرعات الشتاء، عرفت تبرعات في كل أنشطة. انا والله بعتولة من امريكا ومن كندا ومن انجلترا ومن كل دول العالم، كل تقول لي مثلا انا قريتي كده وزع فيها 1000 بطانية، انا القرية وزع فيها 1000 لحاف، وزع فيها كده. الحمد لله المصريين كلهم قلب واحد، ايد واحده، بكره احلى وبكره جمال وبكره ان شاء الله في تقدم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر جدا سياده اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. ابواب الخير دايما بالحب. قريت بوست كتبه صديقي الفنان اشرف عبد الباقي على صفحته على الفيسبوك، بيقول فيه: الناس اللي بتقول لو سمحت وتفضل وحضرتك وشكرا وبعد اذنك وسامحني متاسف، المفروض نجمع الناس دي ونحطها في محمية طبيعية. وأشرف الله عنده حق، الناس المؤدبة قوي دي شبه انقرضت بالفعل، أخلاقنا اتغيرت، ما بقاش جوانا من القيم اللي تربينا عليها إلا مجرد الذكريات الجميلة. ودايما أسأل نفسي، هو احنا إزاي تحولنا بالشكل ده؟ إزاي؟ معرفش. وعلى فكرة ضغوط الحياة بريئة من الحكاية دي، لأن الأخلاق مش بتتغير ولا بتختفي باعتبارها مكتسبات اتولدنا وعايشين عليها. وعاوز كل واحد بيسمعني يسأل نفسه، أنا بقول آسف لما بغلط ولا لأ؟ بقول سامحني لو أي حد زعلته ولا لأ؟
بقول طيب شكرا لأي حد خدمني ولا برضو لأ؟ لو كانت الإجابة لأ، أرجوكم عيدوا حساباتكم مع نفسكم. والله كفاية كده بقى، ناخد حاجة من المكالمات اللي جاية لنا، التليفون عمال يرن، ونشوف أول اتصال جالنا. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عمرو؟ انا نفسي اوصل لحضرتك واسمع صوت حضرتك واكلمك. انا اسمي ام عماد. زي ما سمعنا الاتصال اللي جالنا من الست ام عماد، يا ريت نكلمها لو سمحت. الو، السلام عليكم، اكلم الست ام عماد. مين معايا؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. اهلا وسهلا دكتور عمرو. اهلا اهلا بحضرتك. زي حضرتك، انا في نفسي اسمع صوت حضرتك وتواصل معايا. الله يخليك ويبارك فيك يا ستي، ربنا يديك الصحه. ده انا سعيد اني بكلمك جدا، وحالا كنت لسه بسمع رسالتك انا وسادة المستمعين. عايزك بقى تحكي لي حكايتك وظروفك ايه يا ست ام عماد. والله يا دكتور عمرو، انا كان نفسي في مشروع بقاله ونفسي حضرتك تحققه لي، لاني ظروفي صعبه ونفسي في مشروع البقاله ده. معايا 3 اولاد معوقين، والحمد لله يعني ربنا قوانا وانا ووالدهم وعلمناهم ووصلناهم لشهادات جامعيه. انا معايا ابني الكبير معاه بكالوريوس تجاره، والثاني خمسه اداب، ومعايا ابني الثالث داخل اولى جامعه، ومعايا بنتي الحمد لله كويسه وفي راحه ثالثه اعدادي. انا اولادي بيتولدوا الحمد لله كويسين، وعندي سن 5 سنين بيظهر عليهم المرض. أعراض المرض اللي بيبدأ يعني بقلة الحركة شوية في رجليهم وإيديهم، وبيجي لهم اللهم صل على النبي اهتزاز في المشي الحركية بتاعتك. صعب اللي أنا أقدمهم، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا نفسي في المشروع ده علشان يعني أزود الدخل بتاعنا. طبعا ولادي بيحتاجوا أدوية وبيحتاجوا علاج وعلاج طبيعي، وجوزي طبعا الحمد لله معاش على القد برضو الحمد لله رب العالمين. ربنا يقويك يا ام عماد، والله ربنا يقويك. طيب اسمحي لي يا ام عماد، انا كمان يعني بالاصاله عن نفسي، اولا بشكرك على اللي انت بتعمليه مع اولادك، وبعدين عايز اهديكي مشروع بقاله عشان ان شاء الله يكون بدايه خير وعمل جميل، يعني يجيب لك دخل ان شاء الله تقدري تصرفي بيه على أولادك الأربعة إن شاء الله بإذن الله، وربنا يشفي كل مريض عندكم. بشكر حضرتك يا دكتور عمرو اللي أنت تعمل المشروع بتاعي، وربنا يجازيك خير، ربنا يخليك ويجازيك خير في اللي أنت بتعمله مع الناس كلها. نطلع لفاصل ونرجع نواصل أبواب الخير، ومعكم عمرو الليسي. نفتح سوا أبواب الخير. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير، ومعنا الأستاذة سهير الفولي مدير قسم أصدقاء المرضى بجمعية أياد 40-40. ما هو دور قسم أصدقاء المرضى في الدعم النفسي لعلاج مرضى الأورام في مستشفى أياد 40-40 لغير القادرين بالمكان؟ برحب بحضرتك يا دكتور عمرو، وبشكرك جدا أنك أنت أتحت لنا هذه الفرصة علشان نتكلم عن قسم أصدقاء المرضى. الحقيقة القسم بيساعد المرضى في أنهم يتعلموا بعض الحرف اليدوية زي الكروشيه والمكرميات، وبنعمل أسواق خيرية علشان نبيع لهم المنتج بتاعهم، ونساعدهم في أنهم يكون لهم دخل ويكون لهم حاجة يفكروا فيها بدل ما يفكروا في المرض بس. بنعمل لهم كمان ندوات، والندوات دي بتبقى بتخص الحالة الصحية، ازاي يهتموا بنفسهم. بنعمل لهم رحلات داخلية وخارجية. الرحلات الداخلية بتبقى داخل اسكندرية، وبيجينا الحقيقة عروض كويسة قوي للرحلات دي، او خارجية في واحة الصحة والامل، ودي بتكون في وجه النطرون. بنساعدهم في انهم يحصلوا على الثدي الصناعي او الباروكار، لان حضرتك عارف ان المرض ده بيخلي لإما المريض محتاج ثدي صناعي أو باروكة، وهم بيبقى إمكانياتهم المادية قليلة، وبيبقوا نفسهم يبقى عندهم الحكاية دي. بنساعدهم كمان إنهم يقدروا يغيروا من طريقة الغذاء بتاعهم، بحيث إن إحنا نعمل لهم ندوات تغذية، يعرفوا إيه أنواع الأكل اللي يفضل إنهم يأكلوها. كمان بنحاول إنه لو أي حد عنده مشكلة، إحنا عندنا أخصائية نفسية بتبقى قاعدة تتكلم معاهم وتتفاهم معاهم ايه الاحسن الطرق اللي يقدروا يحلوا بيها بعض مشاكل دي. اهم الحاجات اللي احنا بنعملها. ساعات بقى بيجي لنا مريض محتاج بعض الادوية المساعدة،
يعني ضغطوا عالي نتيجة دور الكانسر أو جاله سكر أو عينيه مش كويسة، فبنساعد هذا المريض إنه يا إما يروح للدكتور ونحن ندفع هذا الكشف أو نجيب له الأدوية المطلوبة لهذا. بشكر جدا الأستاذة زهير الفولي مدير قسم أصدقاء المرضى بجمعية عيادي 4040. أبواب الخير دايما بالحب. في عبارة جميلة قوي دايما بقف قدامها، قدام معانيها العظيمة والقيم الأخلاقية والإيمانية اللي هي بتعبر عنها. العبارة دي بتقول إيه؟ ما كان مقدرا لك سيأتيك ولو كان بين جبلين، وما لم يكن مقدرا لك لن يأتيك ولو كان بين شفتين. يعني إيه باختصار؟ يعني كل واحد هياخد نصيبه زي ما ربنا كتبه له، مش ناقص حتة ولا زايد حتة، كل واحد هياخد حظه، ماله، سعادته، نجاحه، صحته بالتمام والكمال زي ما ربنا كتب له، ومهما بعدت السنين أو ساءت الأحوال أو اتغيرت الظروف. عشان كده مفيش داعي إننا نقلق ونتوتر ونعذب نفسنا بأسئلة ملهاش إجابات. لو كل واحد عرف وأدرك وآمن إن حياته كلها من أولها لآخرها مقدرة ومرسومة بخطويها، هيريح نفسه كتير، وبرضه هيريح اللي حواليه، ويمكن أغلب الأمراض النفسية اللي موجودة عندنا هتروح من القلق والتوتر. لو كل واحد يا سادة أدرك إن المقسوم له هياخده وإن اللي مش مكتوب له عمره ما هياخده، هيطمن، هيكمل حياته بإيمان، بثقة، بحب وسعادة وراحة بال. وصلنا بقى لإيه؟ لفقرة المفاجآت. الفقرة دي اللي بنقدم فيها كل الأمنيات، وعايز أقول لكم إن إحنا رصدنا النهاردة فقرة المفاجآت مبلغ 100,000 جنيه. تعالوا نشوف مين صاحب أو صاحبة الحظ السعيد اللي هيفوز معانا ب 100,000 جنيه في فقرة المفاجآت. مساء الخير، إزيك يا دكتور عمرو؟ أنا اسمي نجلاء محمد، محتاجة بس تسمع رسالتي، وأنا أمنية حياتي يا دكتور عمرو إن أنت تكلمني. زي ما سمعنا الرسالة، صاحبة الحظ السعيد الأستاذة نجلاء محمد، يا ريت نكلمها. ألو، السلام عليكم، أكلم الأستاذة نجلاء محمد. أيوة أنا نجلاء محمد، مين معي؟ أنا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير. إزيك يا دكتور عمرو، عامل إيه؟ ده أنا الحمد لله إن أنت يعني رديت عليا يعني وكده. ده أنا مش مصدقة نفسي والله إن أنت كلمتني. أهلا بحضرتك، حضرتك كنت كلمتينا واحنا زعنا رسالتك، وعايز ألفت نظرك ان الفقرة دي اسمها المفاجآت، بنحقق فيها كل الامنيات، فاطلبي واتمني يا استاذة نجلاء. انا عايز ابني عنده تشوهات في الوش يعني وكده، ورحت لدكاترة كتيرة والعمليات هتتكلف يعني 100,000 جنيه، وما سمحت برنامجك يا دكتور عمرو انا اتصل بيك واقول لك يعني على الظروف اللي عندي وكده. انت بتقف مع الناس كلها وبجد يعني بتمنى امنيه حياتي ان انت تساعدني في عمليه ابني يعني وكده. قولي لي بقى انت حكايتك ايه وظروفك ايه يا نجلاء؟ والله انا يعني ست بيت وكده، وجوز على قد حاله يعني الظروف برضك يعني ما تسمحش ان احنا نعمل عمليه كبيره زي دي يعني، وما فيش داخل ولا اي حاجه من دي خالص يعني، ولا عندنا اي معاش ولا اي حاجه خالص يعني، احنا اصلا يعني الحكايه من الصفر خالص كده يعني. والله يا دكتور عمرو ابني بيتعب يعني لو شم حتى شويه هوا يعني، انا كل يومين كده اللي في المستشفى يعني على طول في المستشفى، ف يعني الحمد لله يعني يا دكتور، فيا ريت يعني تساعدنا عشان اعمل على عمليه لابني ويبقى حلو زي بقيه الاطفال يعني وكده. لالف سلام على ابنك، واحنا كنا رصدين 100,000 جنيه لهذه الفقره، وانا بهديكي 100,000 جنيه عشان تعملي عمليه تجميل شفه ارنبيه وتعملي سقف الحلق لابنك ان شاء الله، وربنا يشفيه ويعافيه ويطمنك عليه. ربنا يخليك يا دكتور عمرو يا رب، واشوفك احلى حد في الدنيا كده يا رب، ويسترها معاك يا رب. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي، ومعانا على التليفون الاستاذ شريف فهمي رئيس قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه ببنك قناه السويس، تعاون بنك قناه السويس مع هيئه التنميه الصناعيه في تنظيم مؤتمر نحو مستقبل صناعي افضل لصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج.
عايزين نعرف أكثر عن مشاركة حضراتكم والهدف منها. مساء الخير، برحب بحضرتك دكتور عمر. أحب أوضح بس إن في إطار حرص بنك قناة السويس في دعم المشروعات الصناعية، تعاون البنك مع هيئة التنمية الصناعية في تنظيم مؤتمر تواجد فيه ممثلي إدارة المشروعات الصغيرة وممثلي من فروع البنك وقيادات من المحافظة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ هنا ودكتور حازم عمر نائب المحافظ. قاموا ممثلي البنك بتقديم استشارات مالية لأكثر من 200 مستثمر، وهنا بقصد استشارات مالية لأنه دور البنك لا يقتصر في التمويل فقط بل توفير بيئة ملائمة لتنمية المشروعات بالتعاون مع الهيئة وما له من أهمية في عجلة التنمية، توعية المصرفية ومعرفة المستثمرين بالخدمات المصرفية وعلاقة المستثمر بالقطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي. أعتقد أنه إقامة مشروعات صناعية بدعم مالي من القطاع المصرفي ودعم إداري من هيئة التنمية الصناعية يوفر آلاف من فرص العمل للشباب في الصعيد. هدفنا تمويل مشروعات صناعية صديقة البيئة والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، تشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات، تحسين الاستدامة ودعم المشروعات الناشئة. لو في إخواتنا في الصعيد وأهالينا في الصعيد عندهم فكرة مشروع احنا نقدر نموله بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية. وأخيرا تعاون بنك قناة السويس مع هيئة التنمية الصناعية بيدعم استراتيجيات الدولة التنموية زي رؤية مصر 2030. أخيرا برضو تمكين المرأة اقتصاديا، تشجيع المرأة بتساعدها انها لو عندها فكرة مشروع وتأسس مشروع ده بيعزز من دورها في الاقتصاد المحلي. بشكر جدا الأستاذ شريف فهمي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك قناة السويس. أبواب الخير دايما بالحب. مش دايما المكسب بتاعك بيكون في انك انت قدرت تاخد كل حاجة، مش دايما المكسب بتاعك بيكون في انك قدرت تاخد كذا حاجة. أوقات المكسب الحقيقي في انك تسيب ما تاخدش، تبعد ما تقربش، ترفض مش تقبل، تدي ظهرك بدل ما تفتح دراعك. الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، وانا الحقيقة يعني من قراءه ومن عشاقه ومن محبيه، كان عنده عبارة جميلة جدا بتقول ايه. بيقول قد تكون السعادة احيانا في ترك الاشياء اكثر من الحصول عليها. لازم تعرفوا ان المكسب هو انك تخسر فلوس وتكسب نفسك، لان الفلوس ايه بتروح وبتيجي، لكن نفسك لو راحت صدقوني مستحيل ترجع تاني. واوقات المواقف الصعبة اللي نتعرض لها بتغير حياتنا، زي ما حصل المهندس شادي سامي لما ابن اخوه جاله مرض السرطان، فابتدى المبادرة بتاعته اطلق عليها اسمها ايه، فرح تفرح. والله اسم حلو، فرح تفرح. المبادرة بقالها دلوقتي 8 سنين، هدفها عمل يوم ترفيهي للأطفال في المستشفيات ودار الأيتام ودار المسنين وخدمات تانية كتير تعالوا نعرفها منه. أستاذ شادي، أولا ألف سلام على ابن أخوك، وأنا عايز أسألك جات لك فكرة المبادرة إزاي ومين اللي شجعك عليها؟ أولا أهلا بحضرتك دكتور عمرو، أنا مبسوط جدا أنا محضرتك دلوقتي طبعا، وشرف لي أن أتكلم مع حضرتك. بالنسبة للمبادرة هي فكرتها بدأت أن أنا كان عندي ابن أخويا مريض سرطان، وكان هو واحد يعني من الكون كده اللي حركتني ان انا محتاج اقدم او ان انا اقدر اقدم دعم لاطفال مرضى الكانسر تحديدا، ان انا اقدر اساعدهم يبقوا مبسوطين، ان انا اساعدهم يتعالجوا، ان انا اساعد في دعم النفس ليهم. فهي جت من كده يعني، المبادره بدات من كده اصلا. لا ما حدش شجعني عليها خالص اصلا، لان المبادره انا بداتها عن يعني نفسي خالص. لما كان معاذ ابن اخويا بس يعني مريض، كنت دايما بروح المستشفى معاه عشان اقدم له دعم نفسي او اشاركه او كده. فبدات اخد بالي ان الاطفال بتحب فكره ان يبقى في حد بيلعبهم، وفي نفس الوقت هم بيخافوا من الدكتور. فهي اصلا اساسا المبادره بدات بشخصيه دكتور شيكو، اللي هو الشخص اللي بيجمع بين الدكتور، لبس الدكتور والبلياتش. فبدات افكر ان انا ممكن اجمع الاثنين مع بعض، يعني البس شخصيه دكتور بلياتش وابدا افرح الاطفال. احكي لي عن اليوم الترفيهي اللي بتعمله وعن الفقرات. واحنا انا لما بعمل يوم ترفيه طبعا عندي كذا نوع، يعني في يعني كل ان انا لسه بقول ان انا لو بعمل يوم ترفيه الاطفال في المستشفى براعي حاجات كتير قوي، ان دول اصلا ممكن يكونوا ملازمين الفراش او ماشيين بالكانولا بقى والمحاليل والحاجات دي.
فدول ما بقدرش اقدم لهم كل الحاجات اللي فيها حركه قوي، فبيبقى مثلا ممكن اقدم لهم فقرات ثابته زي مثلا الاراجون، الساحر، الحاجات اللي هي ايه الطفل يبقى فرحان بيها، ان انا اصلا اقعد العبه، اجيب له لعب وهدايا. ده بيبقى يوم معين. في بقى مثلا اللي هم الاطفال العادي بقى اللي يقدروا يتحركوا او يقدروا، او مثلا زي الايتام، فدول بقى بنعمل يوم كامل بقى، بنقعد مثلا نعمل فقرات، بنقعد نرقص معاهم، نقعد نغني، نقعد نقدم فقرات برضه زي الساحر والاراجوز بقى والعروض والكلاون، الحاجات الكبيره، البلالين الكبيره، الشخصيات الكبيره، الحاجات ديت. طبعا بتختلف لو رحنا ضرب سنين، السنين بيبقى ليهم برضو. انا في الاول بصراحه كنت فاكرهم مختلفين، بس يعني حتى كنت دايما يقولوا لي ايه روح زور دار المسنين، فكنت اقول لهم هو شيف هيعمل دار المسنين، فاكتشفت ان المسنين برضو يعني بيفرحوا بالحاجات البسيطه، حتى البلالين بتفرحهم، فكنت برضو بعمل لهم حاجات شبيهه بالاطفال، وعمل لهم فقرات ويقعدوا يرقصوا ويتنططوا، وعمل لهم عروض، فكان برضو بتفرحهم. فبدي العروض الثابته ان انا عادي ممكن اجيب الساحر، لان طبعا الاطفال دول لما يشوفوا السحر قريب منهم غير غير ما بيشوفوه في التلفزيون، كانت بتبقى حاجه مبهجه بالنسبه لهم. ساعات بيجي معايا ناس برضه متطوعين بيقدموا فقرات بالحيوانات، بيبقى معاهم حيوانات كده الاطفال يصوروا معاها او يعملوا عروض بيها، النسناس والحاجات ديت، برضه الاطفال بتحب ده جدا، بيبقى له حاجه مبهجه. غير ان انا كمان اليوم الترفيهي ما بيبقاش بس في نفس المكان، يعني انا مش شرط اعمل يوم ترفيهي جوه المستشفى او جوه دار الايتام، لا، ساعات بقى كمان الحمد لله ربنا بيكرمنا مثلا بناس تساعدنا، فنقدر نخرج نخرجهم خروجه، نوديهم مصيف، نوديهم مكان في بسين، نوديهم مسرح كبير، يعني يبقى فيها خروجه بقى، يبقى حاجه كمان يعني اليوم الترفيهي مش في نفس مكاننا، فده بيبقى دعم نفسي اكتر ليهم، هم بيحبوا يخرجوا يغيروا جو، يعني يروح حته جديده كده، فدي برضه من ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها يعني الحمد لله. قول لي ايه الاماكن اللي بتعمل فيها المبادره؟ طب قول لي يا شادي، تحب تنصح الناس بايه؟ عايز تقول لهم ايه عشان يعملوا خير؟ الخير عليهم وعلى الخير. الخير ده يعني بعيدا طبعا ان هو عشان ربنا وربنا يتقبله مننا، بس هو بيفرق نفسيا جدا. يعني انا في بدايتي لما كنت بعمل دكتور شيف لوحدي من غير تجمعات ومن غير ناس، كنت كده، كنت لما ببقى مخنوق او متضايق او زعلان اخد اللبس معايا شنطتي وانزل اروح اي مستشفى البس اللبس واقعد افرح الاطفال. انك تنزل مع ناس وتعمل يوم ترفيهي وتفرح، انت هتفرح جدا جدا وهيسيب لك اثر عظيم جدا. بشكرك وربنا يكثر من امثالك. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير، ومعاكم عمرو الليزي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي، ومعانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان على قدم وساق. الاورمان تستعد لاستقبال فصل الشتاء، ممكن تكلمني عن التفاصيل؟ استاذ عمرو كل سنه وسيادتك طيب، ويمكن الايام الاخيره دي المطر ابتدت، وفجاه بقى كان يعني كفر الشيخ كان فيها مطر جامد جدا، البحيره، اسكندريه، القاهره، في كل انحاء مصر كده، والحمد لله احنا عملنا التجهيزات بتاعتنا من بدري، جاهزنا يمكن مش عاوز اقول يعني اكتر من 300 الف بطانيه، حوالي من 100 ل 120 الف لحاف. ان شاء الله هيبقى فيه برنامج ستر ودفى يتضافر فيه مواد غذائيه، كرتون مواد غذائيه، فالحمد لله. وهنعمل الخطه للتوزيع على ال 27 محافظه، زي ما سيادتك عارف ان احنا بنشتغل في ال 27 محافظه. وبعدين بقى انا حريص كل محلي، بنشغل اولا حاجه تشغيل الايد العامله اللي موجوده في المحله، في الغربيه، في اي حاجه بنعمل كده، تشغيل المصانع الموجوده، بطاطين، الحفه، اي منتجات لهذا الشتاء، احنا بنحرص تماما انها تكون حاجات مصريه 100%، بنحرص تماما تبقى على مستوى عالي جدا، بنحرص تماما ان احنا نوصل الى ادق التفاصيل، الى ادق الاسر في القرى والنجوع. وانا من البرنامج الجميل بتاع سيادتك، برنامج الخير، برنامج السعاده، برنامج الامل، بنقول لكل المتبرعين سواء المتبرعين، انتوا عودتونا ان مصر كلها قلب واحد، عودتونا منك انت للمصر اللي في اي مكان. بالعكس، ده انا بقول ان كل دول العالم دلوقتي الحمد لله عرفت الاورمان، عرفت التبرعات الشتاء، عرفت التبرعات في كل انشطه. انا والله بيعطونا فند من امريكا ومن كندا ومن انجلترا ومن كل دول العالم، كل تقول لي مثلا انا قريتي كده وزع فيها 1000 بطانيه، انا القريه وزع فيها 1000 لحاف، وزع فيها كذا. الحمد لله المصريين كلهم قلب واحد، ايد واحده، بكره احلى، وبكره جمال، وبكره ان شاء الله في تقدم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر جدا سياده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. ابواب الخير دايما بالحب.
حلقتنا خلصت. قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم عن اصعب احساس في الدنيا. اصعب احساس في الدنيا اسمه كسر النفس. عارفين زي ايه؟ اقول لكم زي طفل مثلا بيجري كده على حضن والده ومستنيه يشيله فابوه يديله ظهره. بص ساعتها على وش الطفل وكسرت عينه ودموعه وصمته، هتعرف قد ايه هو حزين من جواه. قيس بقى على كده بقى، واحد بيستنى السند من حد ويسيبه يقع، واحد يستنى من حد العدل فيظلمه، او يستنى التقدير فيلاقي مكانه الاهمال والتجاهل. وربنا يكفيكم اذى كاسري النفوس، واجعلنا يا رب من الذين يشفوا النفوس مش يكسروها. واشوفكم على خير في صحة وستر وسعادة. كان معاكم عمرو الليسي، سلام عليكم.